بعد حرب 67 اللي خسر فيها العرب ضد إسرائيل، حسوا الصهاينة أنه لازم ما يكتفوا بهذا الانتصار ضد العرب ولازم يهاجموا مكان استراتيجي يكشف عليهم من جهة الأردن، واسمه جبال الصلد القريبة من قرية الكرام. وفعلا بتاريخ 20 آذار 1968 مشاه ديان قائد جيش الإسرائيل يعزم مجموعة من الصحفيين على كاسة شاي، قالوا له وين وإمتى؟ قالهم بكرة على جبال الصلد بالأردن. وفعلا بعد ساعات دبابات الجيش الإسرائيلي تقتحم الأردن والطائرات تبدأ تقصف طريقة همجية. كان هدفهم جدا واضح، احنا ما اكتفينا بانتصار السنة الماضية، بدنا نحتل جبال الصلد وندمر قرية الكرام. فعلا تصير مواجهات بين الجيش الأردني وأهل الكرامة من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة تانية، وتنتهي بعد 16 ساعة بهرب الجيش الإسرائيلي وتدوين أول انتصار عربي على الإسرائيليين بالتاريخ. فإيه لو حابين تعرفوا تفاصيل هاي القصة كلها اتركوا لي لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة ويلا نبلش. نفهم تفاصيل هاي القصة اللي حكيتها لازم نرجع شوي لورا. 1948 مجموعة عصابات مسلحة مدعومة من بريطانيا وامريكا تدخل بمواجهات مباشرة مع فلسطينيين وعرب، وكان هدفهم واضح يحتلوا فلسطين اللي يعتقدوا ان هي ارضهم ومن حقهم، والنتائج هاي الحرب قيام دولة اسمها دولة اسرائيل وتقسيم فلسطين لقسمين، قسم جنوبي تحتله اسرائيل وقسم شمالي او هو الضفة الغربية تابع لفلسطين اللي هي انضمت للاردن. بس رغم هيك ضل اليهود عم يحاولوا يحتلوا هاي المنطقة لحد ما صار بيناتهم اتفاقية، خلص الجنوب لألك والشمال لألي. بس بتاريخ 13/11/1966 تجي إسرائيل وتقول الله اللي احتل الضفة، وتدخل جيش ضخم على منطقة الخليل اللي كانت هي تحت رعاية الأردن بوقتها، وتصير معارك طاحنة بين الطرفين قدر من خلال الطيارات العرب أنه يوقفوا تقدم الجيش الإسرائيلي. انتهت المعركة بسرعة جدا كبيرة وكل حدا رجع مطرحه، بس كانوا كلهم عارفين أنه هاي المعركة الصغيرة فتيل لحرب كبيرة بالأيام الجاية. كل هذا الشيء اللي صار ما عجب مين؟ ما عجب الشعب المصري، وطلبوا من الحكومة المصرية انها تتدخل بأسرع وقت، وطلعوا مظاهرات بالشوارع طالب الرئيس المصري شخصيا انه يتدخلوا بأسرع وقت. فعلا وقت مصر تقرر اغلاق الحدود البحرية بوجه السفن الإسرائيلية، وبالتالي اسرائيل تحاصرت بحريا من جهة مضيق تيران. هون اسرائيل قالت بس مصر عم تحاربنا وعم تحاصرنا، طيب ماشي استنوا شوي بس. ولان اسرائيل كانت بوقتها حابة تفرض سيطرتها وتفرجي حالها للعالم اكثر، فتحت جبهة مو بس على مصر، فتحت على مصر وعلى سوريا وعلى الأردن مع بعض. أما من ناحية مصر فبتجي أخبار موثوق على الرئيس المصري من الاتحاد السوفيتي أنه نحن عم نشوف بالأقمار الصناعية تحركات من الجيش الإسرائيلي على الحدود أو التخوم مع مصر، ولازم تتحرك وتتصرف بسرعة. هون الرئيس جمال عبد الناصر قال إسرائيل الصغيرة بدها تتحدانا نحن مصر الدولة الكبيرة، وفعلا وقعوا اتفاقية دفاع مع سوريا والأردن، واتفقوا على أنه يعملوا تحضيرات تحضيرا لأي هجوم إسرائيلي مفاجئ عليهم هن الثلاثة. وبيوم 6/6/1967 الطيارات الإسرائيلية تقصف مطارات بمصر وتدمر كل الطيارات الحربية اللي عندها، يعني حرفيا من خلال أول ساعة بالحرب كان كل التحالف العربي عنده طيارات معدودين على الأصابع فقط. فهون صار موقف هذا التحالف جدا محرج قدام الرأي العام، وأنه لازم يردوا بسرعة ويردوا اعتبارهم على الشيء اللي صار. وفعلا طيارات أردنية ترفض أي هدنة مع إسرائيل وتقصف مواقع حساسة بداخل إسرائيل ردا على الشيء اللي عملوه. بيجي رد سريع من إسرائيل بقصف مطارات بعمان. هون تدخل الجيش العراقي والسعودي بالحرب بس بلا فايدة. حابب تعرف ليش؟ لأن إسرائيل قدرت تدمر الطيارات العربية كلها، وحرفياً ما ضل ولا غطاء جوي للجيوش العربية عشان تحميهم من أي قصف جوي يعيق تقدمهم. وحرفياً إسرائيل ترى عمل أخبث حركة بالتاريخ وقتها لما قصف أحدث طيارة بالعالم وقتها اللي هي ميج 21 اللي بتخترق جدار الصوت. كانت هاي الميزة بالطيارات ما أنا موجودة أصلاً. الصهاينة كانوا وقتها جداً سريعين بالسيطرة وبالرد، وقدروا أنهم يسيطروا على القدس. وخلال أقل من يومين يسيطر الإسرائيليين على الضفة الغربية بالكامل. أما على الجبهة المصرية فكان الوضع أسوأ بمراحل. حاصروا الجيش المصري وقدروا يسيطروا على غزة وشبه جزيرة سيناء، وعلى الجبهة السورية كان لسه الوضع أسوأ شيء، لأنه وقت قدروا يسيطروا على مرتفعات الجولان اللي هي منطقة جدا استراتيجية من اتجاه سوريا. وبعد أسبوع دامي جدا تنتهي هاي الحرب. إن
انه اسرائيل بعد هاي الحرب زادت مساحتها 3 أضعاف عن قبل، وكمان تسببت بخسائر كبيره للعرب، طيران جيش وسلاح واحتلال وتدمير وندم واعتراف وتنحي. ايه تنحي. الرئيس جمال عبد الناصر يطلع بخطاب وقته بيقرر ترك السلطه وتنحيه عن رئاسه مصر، وكمان الملك حسين يعترف انه الاردن ما كان جاهز لهي الحرب. ففعليا العالم هون شاف مستوى ذكاء حربي جديد من الجيش الاسرائيلي، وكيف قدر بست ايام انه يسيطر على 3 من اقوى الجيوش العربيه، وكمان يتوسع 3 أضعاف المساحه لدرجه انه تسمى الجيش الذي لا يقهر. وهذا الشيء طبيعي كتير انه يكبر براس الاسرائيليين كرمال يلمعوا صورتهم اكثر ويثبتوا حالهم اكثر للعالم. لهيك قرروا يعملوا حركة جدا خبيثة، انه نحن ما رح نوقف عند هاي الحدود، بدنا نسيطر على جبال الصوت. مثل ما فزنا على العرب بست ايام وتوسعنا، رح نقدر نسيطر على الجبال خلال ساعات. طيب ليش جبال الصلت؟ يعني شو اهميتها؟ جبال الصلت يا جماعة هي من اعلى الاماكن بالاردن، واسرائيل كان براسهم انه يعملوا مثل ما عملوا بالجولان، انه يسيطروا على اماكن مرتفعة واستراتيجية تحسبا لاي هجوم عربي بالمستقبل ان كان ارضي او جوي. فعلا قائد الجيش الاسرائيلي بيجمع مجموعة من الصحفيين باحد الفنادق باسرائيل ويقول له شباب انتم بكره معزومين على كاسة شاي. قالوا له اوكي، وين واي ساعة وامتى؟ بكره على جبال الصلت بالاردن. 11/3/1968 الساعة 5:30 الفجر، دبابات إسرائيلية تزحف لداخل الأراضي الأردنية باتجاه قرية اسمها الكرامة. تبدأ شرارة حرب ضخمة جديدة قدر العرب من خلالها أنه يكسروا شوكة اليهود. كان لازم لحتى يمر اليهود من مناطقهم للأردن، كان لازم يمروا من فوق نهر الأردن، من جسر الملك حسين، جسر آدم، وجسر الملك عبدالله جنوب الأردن. فعلا اقتحموا من 3 أماكن سوا مع بعض بالدبابات والمدرعات. كان هدفهم من هذا الاقتحام انه يشتتوا الجيش الاردني كرمال ما يعرف من وين عم يفوتوا ومن وين عم يتوجهوا. للامانه كانت خطه كتير قويه ومحكمه منهم، لحد ما اقتحموا من جسر ادم واكتشفوا انه قدامهم الجيش الاردني البطل. وعلى الجبهه الثانيه كان الجيش الاردني جدا متجهز على جسر الملك عبد الله، وقدروا يخلوا الاسرائيليين يتركوا دباباتهم يهربوا واعطبوا هاي الدبابات. يا اخي يسعد. بس اسرائيل مثل العاده ما استسلمت وغيرت الخطه وحولتها لانزال مظلي على قريه الكرامه، بس تفاجئوا انه الجيش الاردني كان متجهز له من البر ومن الجو، خلوا الخطه تفشل وغيروا كل الخطط. بس اسرائيل معنده وبدها تثبت حالها، عملوا انزال مظلي بشكل اكثف بكثير، وقدروا يفوتوا على مباني حساسه متحصن فيها المقاومين الفلسطينيين بقريه الكرامه. بس الشيء اللي ما كانوا حاسبين حسابه انه منطقه الكرامه هي مكان منخفض جدا ومكشوف على جبال الصلت، وما كانوا حاسبين انه خلال كم دقيقة الجيش الاردني رح يمطر البلدة بالرصاص والرشاشات والقصف. وفعلا هذا اللي صار. اسرائيل انحطت بموقف جدا محرج يا جماعة، لدرجة انه طلبوا شخصيا من الملك حسين انه بدنا نوقف اطلاق نار. الملك حسين قال لهم ابلعوا، وامر الجيش انه يكمل وما يوقف ليمسح القرية فوق روسهم. حرفيا وقت الجيش الاردني جن جنون وحارب بكل الوسائل، يعني بالسلاح الابيض، بالخناجر، بالعصي، بالحجارة، بكل شيء، لدرجة انه ما خلوا ولا إسرائيلي يضل بمطرحه لدقيقة. انسحاب انسحاب انسحاب. بعزماتكم بأكفكم الضاغط على الزناد بقلوبكم الجريئة التي لا تهتز. ينسحب الجيش الإسرائيلي وينتصر الجيش الأردني اللي كان بنظر العالم كل وقت أنه هو جيش متبهدل وضعيف ورح يخسر مرة تانية. وحرفيا هذا هو الانتصار الوحيد والأول والأخير للعرب وبالأردن تحديدا ضد إسرائيل. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה ואיננו יכולים, איננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד. فإيه لو عجبتك القصة اشترك بالقناة واكتب لي رأيك فيها بالتعليقات، بالمونتاج، بالسرد، بالطرح، بالمعلومات والمصادر كمان كلها بتلاقوها بالوصف. نشوفكم في فيديو جاي.